في بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بالمقبرة الإسلامية ببروكسل جنازة الحاج علي ولاد الحاج عمر أحد المسؤولين بمسجد الخليل ببروكسل، واحتشدت جموع غفيرة في المقبرة حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد قبل أن يشيع الجثمان، وبالخصوص عدد من الشخصيات السياسية والجمعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنشكر قناة الجالية المغربية هنايا في بروكسل، وكنشكر هاد الإخوان هادو اللي حضروا معنا في هذا الدفن ديال الوالد، الله يجازيهم بخير والله يبارك فيكم. وكنشكر الإخوان كاملين جميعا في هاد الوقت الصعيب ديال هاد المرض، ونطلبوا رب العالمين يحيد هاد الوباء في العالم بأسره إن شاء الله، ويشافي جميع المسلمين والمسلمات، ويبارك في الجميع إن شاء الله، وفي الجميع في كل مطاع إن شاء الله، في كل مكان إن شاء الله، داخل الوطن وخارج الوطن، في المغرب، في أي مطاع في العالم إن شاء الله. كنشكر الأخ جمال الله يجازيه بخير، وكنشكر الإخوة جميعا الله يجازيهم بخير، الله يجازيكم بخير. لا إله إلا الله، لا إله، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، آمين. المغرب اللي ما قدروش يحضروا معنا، كنشكر الإخوة كاملين المحبين، محبين الخير، ومحبين الله يبارك فيكم، والله يبارك في الجميع إن شاء الله، في الأمة كاملة إن شاء الله، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبارنا الجالية. أيها السادة والسيدات، ودعنا اليوم رجلا عظيما من أفراد المغاربة المقيمين ببلجيكا، وهو أخونا وصديقنا وحبيبنا علي ولد الحاج عمار. هذا الرجل الذي كان سببا في قدومي إلى بلجيكا وآواني في بيته مدة من الزمن، ودائما كان في الخدمة، ودائما كان سباقا إلى الخير، ومبادرا إلى الطاعات في الإنفاق والبذل وخدمة بيوت الله عز وجل، وكذلك كان محبا للصالحين وللدين، وكان متعلقا بوطنه الأصلي، وكان صادقا ووفيا لوطنه الحالي. عاش حياته رحمه الله رحمة واسعة في خدمة المحتاجين. ما طلب منه شيء وكان في استطاعته إلا وبادر إلى تلبيته. فهذا الرجل كان صديقا وفيا، وكان رجلا بمعنى الكلمة، قل نظيره الآن، قل نظيره. وقد عانى من هذا الوباء مدة من الزمن تحت العناية المركزة في أحد المستشفيات بمدينة بروكسل. وداخل المقبرة كما في محيطها تجمع عدد كبير من المشيعين وشخصيات عامة وعموم معارف الراحل وأبنائه في لحظة وداع أخيرة. وخيمت أجواء من الحزن على مشهد الجنازة، خصوصا بين أوساط أصدقاء الراحل ورفاقه وعائلته. المصاب في الحاج علي مصاب جلل، فنحن لم نصاب في فرد، وإنما أصبنا في رجل، يعني في أمة في رجل. افتقدنا هذا الرجل وسنفتقده لوقت طويل، نسأل الله عز وجل أن يعوض الجالية في أمثال هؤلاء الرجال الذين تفانوا، أو الذين قدموا الخير الكثير لله وفي الله ومن أجل الله ومن أجل ذات الله ودهم. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحل في هذه الأيام وأن ينتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة، وأن ينزل عليه الرحمات، وأن يجعله إن شاء الله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الوقت هذا عندنا صعيب، هذه الجالية المغربية، هذا السيد المسكين توفى اليوم، راه فايت 50 سنة هو عايش في بلجيكا، واحد السيد ما نفضلوش على الإخوان اللي موجودين في بلجيكا. الخير ديالو داس في جميع المغاربة اللي موجودين في بلجيكا. ربى الأولاد في بالنسبة للكرة شي 450 شباب كانوا تحت الاسره ديالو، كان كيمولهم ويوقف معاهم ويربيهم. ديك السيد نيت خدم
وفعلوا دار واحد الجامع اللي هي اكبر جامع في بلجيكا، كتقري الاولاد وكثر من 1000 شخص كيدوز كل يوم في ديك الجامع. هاد السيد هذا مقيم بهاد الكومينوتي، هاد الجاليه اللي عندنا هنا في بلجيكا ما تصورش. الولد هذا صاحبنا هادي فايته 50 سنه وحنا عايشين معنا معاتنا، وهاد المصيبه اللي دايزه في هاد الدور العالمي راه اختراته وداته، الله 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 يحفظه، الله غير الله يعظم الاجر جميع العائله ديالو والناس ديالو وحبابه، والله يصبرنا كاملين. هادشي هذا عاد بدا، وهاد المصيبه هذه راه كثيره. اللهم اغفر له ورحمه، اللهم احسن عزاء اقاربه واصدقائه واحبابه، اللهم اعظم اجرنا واجرهم، اللهم يا ربي لا تحرمنا اجر حبيبنا ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ثقل موازينه بالحسنات، اللهم ألحقه بنبينا عليه السلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، وارحم الموتى، وارحم الموتى، وارحم الموتى، اللهم ارفع هذا الوباء، واصرف هذا البلاء، واكشف هذه الغمة، وأزل هذه الكربة، وعجل لعبادك بالفرج القريب يا أرحم الراحمين.